بدأت وكالة مزارع، الوكالة اللي احنا فيها النهاردة. على ايد اليمين ده المكان اللي كان بيقيم فيه التجار لما بيجوا من سفر بعيد، تحديدا يمكن من اليمن، لان وكالة مزارع لما بدأت هنا بدأت عشان تجارة البن، وبدأت عشان تجارة الصابون النابلسي. فكان التجار بيجوا يبيتوا في الأماكن، الغرف أو الأجنحة اللي موجودة على إيدنا اليمين، وكانت تحت في الدكاكين أو الحوانيت، لكن صغيرة جدا، لكن كانوا بيعرضوا فيها البضاعة. من قبل كده بقى كانت تجارة الأخشاب هنا برضو في الوكالة، ولكن استقر في الوجدان اسم وكالة مزارع لصاحبها مزارع اللي خدها وجددها وحولها إلى مكان مهم جدا للتجارة. يعني تقدر تقول إن هنا كان بلغة النهاردة مول تجاري، في كل الأصناف وكل التجار بيعرضوا بضاعتهم من بلاد بعيدة. النهاردة إحنا جينا الحقيقة عشان ريحة المكان، وعشان نشوف المكان، وعشان نتونس بالمكان، وعشان نتونس بأصحاب المكان، وعشان كمان نعمل حلقة لطيفة جدا مع عازف يمكن منفرد، وعازف ما عادش فيه منه كتير في مصر وأكيد كمان في العالم. بيعزف على آلة صغيرة جدا اسمها الأرغول، آلة مصرية قديمة أجدادنا كانوا بيعزفوا بيها، بس هي لأنها آلة صعبة قوي قوي ومحتاجة جهد كبير ومحتاجة فن وفنان يعني يكون بيحبها ومتفرغ ليها، فتقريبا هذه الآلة بتندثر. فإحنا جينا النهاردة وقلنا نحيي وجود الفن والموسيقى في هذا المكان المهم، لأن الحقيقة رغم ترميم وكالة مزارع من كام سنة، لكن أنا أعتقد المكان جميل زي ده في وسط القاهرة العظيمة محتاج اهتمام أكتر من كده، ومحتاج أننا نقيم فيه الكثير من الحفلات، ونقيم فيه الكثير من الأمسيات الثقافية اللطيفة، نعزف ونغني ويبقى في كل الحاجات المصرية الحلوة بتاعتنا. دي دعوة إننا نبدأ من النهاردة نهتم بهذا المكان وكل الأماكن الجميلة، عندنا أماكن جميلة كتير محتاجة إننا نحييها بفنوننا المصرية الجميلة. ازيك؟ كل سنه طيب. اخبارك ايه؟ دي بقى اسمها ايه؟ احنا قلنا بقى ارغول بالغين، ارغول دي اصلها بقى هي آلة فرعونيه مصريه قديمه، آلة مصريين قدماء هم اللي فكروا فيه، عشان كمان عندنا البوص ده مش هيتعمل من البوص. ايوه من البوص. وده موجود منها آلات في المتحف المصري، ايوه، ومرسومه عن المعابد كمان. جميل. هي كان في منها احجام، في منها الطويل وفي طويل قد ايه بقى؟ اللي هو الطويل اللي كان بيطلع ورا محمد طه. ولكن ده باص بقى يعني. ده يعني طويله جدا. ايوه. وبعدين وفي دي او في دي، ايه الفرق بينها وبين، معلش سامحني، يعني المزمار؟ المزمار بيتصنع من الخشب وحاجات كده، دي بتتصنع كلها من الغاب، من البوص. مش المزمار برضو بيتصنع من الخشب؟ من البوص ولا من الخشب؟ حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. لكن ده كله من البوص. وايه الفرق بينها وبين الكوله؟ الكوله بتطلع صوت واحد، دي بتطلع صوتين. كويس. عشان هي اتنين؟
يعني في واحده بدل شغاله طول الوقت. ايوه. وواحده بتطلع النوة الموسيقية. يا سلام. وهي اوكتاف. تمام. يعني الآلة الصغيرة دي بتعمل العجب، اللي هي من يدوبك يعني من حاجة بسيطة خالص لكن تعمل مزيكا قوية جدا. أيوة جدا. يعني كان امتى بقى؟ احكي لي بقى حكايتك، تشمعنا الآلة دي تقطع النفس؟ لا. انا كنت الاول بلعب اورج زمان في الافراح وحاجات كده. جميل. وانا والدي عازف كولا في الموسيقى الشعبية الموسيقى الشعبية بقى فين؟ في الموالد والأفراح، في الموالد والأفراح وفرقة النيل وحاجات يعني. والحمد لله والدي لف في العالم وأنا خدتها منه يعني. أي. خدت منه. وكان عمي بيعزف أرغول. أنا أول ما بدأت في الأرغول كانت أول طلعة ليا إنجلترا يعني. يا سلام. أيوه. يعني كانت أول طلعة ليا إنجلترا. فيعني اشتغلنا من هنا والحمد لله. الارغول ابتديت اوظفه مع الموسيقى التصويريه يعني، مع الاستاذ هشام نزيه، مع الاستاذ هشام نزيه. عملت معاه ايه؟ عملت المسلسل بتاع مون نايت ده. ايوه. وعملت معاه السبع وصايا. يا سلام. وعملت معاه حاجات كتير. والاستاذ عمار. استاذ عمار عملت معاه. استاذ عمار الشريعي. عملت معاه المصرويه. ايوه. وكذا عمل. لان احنا مثلا بتخش الاستوديو انت بتخش تلعب اللحن بتاعتك وخلاص، ما انتش عارف بقى انت لعبت في الحته دي وتلاقيها بقى في غنوه دي بالظبط في التتر ده بالظبط. مظبوط. ليه بقى الالات الشعبيه بتاعتنا دي بره بيتهوسوا بيها؟ يعني بقى الربابه، المزمار، الكوله، الحاجات دي بيتهوسوا بيها. هقول لحضرتك. قول. بالنسبه اللي بره في الغرب اي حاجه عنده بالكهرباء. يعني اي حاجه بالكهرباء. لكن هو بيستغربنا ان احنا ازاي بنطلع من الغابه اللي هي طالعه من الارض السلم الموسيقي. الربابة عبارة عن دومة وخشبة ويعني حاجات كلها ما فيهاش يعني ما فيهاش كهرباء من الطبيعة. ما هو أكيد أكيد أول حد عملها أصلا جاب البوصة دي وخرمها وابتدت تطلع صوت بالنفخ أو بتاع. خلاص هم بيستغربوا من هنا. ولكن الحمد لله واشتغلنا مع يعني اشتغلت مع أجانب كتير يعني، ورش عمل كتير مع أجانب. بيعملوا إيه بقى؟ بيعملوا موسيقى ليهم فيدخلوا الشرق. إحنا بنلعب الموسيقى لغة يعني لغة واحدة أكيد في الآخر يعني. فالنهارده عنده يعني عنده تأليف موسيقي هو عامله، هو النهارده عايز يسمع التوليفة دي بالآلة دي. فانا النهارده بسمعها وبلعبها معاه. بيجي لك بقى يدور عليك؟ بيجوني. الحمد لله يعني عندي عليك. شغل كويس قوي مع الغرب يعني. الحمد لله. تعمل يعني جزء من التوزيع الموسيقي للمقطوعه اللي هو بيعمله. مظبوط. يعني العب معاه احنا اللي هو مؤلفه. حلو. عزفت فين في العالم بقى؟ رحت فرنسا، ايطاليا، المانيا، حفلات كبيره. السويد، كوبنهاجن. يا سلام يا سلام. وبيبقى لك سولو لوحدك؟ بلعب سولو لوحدك. ايه بقى ايه اكتر سولو يعني خلى العالم يقف يسقف لك؟ كان في مالمو في السويد. حلو. هناك كان يعني كانت حفله هناك. وحسيت ان اللي بيسمعوني موسيقيين مش جمهور عادي. مش جمهور عادي على المسرح يعني. الجمهور نفسه حسيته ان هو موسيقى، هو متذوق قادر يستقبل يعني. انت عارف بره طبعا لما تلعب سولو وخلاص قفلت وخلصت يفضل يسقف تاني علشان تلعب له تاني، تلعب تكمل له جمله. ايه تاني. بقى المقطوعه اللي عملت هوس؟ هو كانت حاجه ارتجاليه كده. ارتجال. يلا ده ارتجل.